من الخرطوم مراسل القاهرة الإخبارية محمد إبراهيم معنا الآن. أحييك محمد. سلطة الطيران المدني بعد أن أعلنت تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران، لكنها في نفس الوقت أيضا تستثني الرحلات الإنسانية، فكيف تبدو تفاصيل لديك حول هذه التطورات؟ نعم، بالتأكيد استثنت الرحلات الإنسانية أو المواد الغازية خصوصا، وأن الأوضاع حتى هذه اللحظة ما تزال مضطربة، وأتوقع أن يتم التمديد لمدة أخرى نسبة لتعقيدات الأوضاع الميدانية في الخرطوم أو في مدن العاصمة المكلفة، الخرطوم وخرطوم بحري وأم درمان خصوصا، وأن الأوضاع في أم درمان مضطربة. هناك مسيرة للجيش تابعة للجيش السوداني استهدفت ارتكازات تابعة للدعم السريع وأحدثت عدد من القتلى، لكن لم نتحصل على عدد القتلى والجرحى. هناك ايضا اصوات بالاسلحه الثقيله هناك في منطقه ام درمان بعد اشتداد المعارك بين الجيش والدعم السريع، خصوصا وان هناك عمليات نزوح كبيره من ام درمان الى الولايات القريبه من ام درمان وتحديدا ولايه نهر النيل والولايه الشماليه، ونتوقع ان يتدفق او ان يزداد تدفق النازحين من منطقه ام درمان بعدما هناك كان نازحون في منطقه الخرطوم قد نزحوا الى احياء او الى مدن قريبه كولايه الجزيره وولايه النيل الابيض، وايضا كذا الحال ايضا في منطقه الخرطوم البحري تشهد اصوات متقطعه للاسلحه الثقيله، وايضا نشاهد استمرار تحليق طيران الجيش السوداني في سماء الخرطوم، لربما الساعات القادمة ستكون هناك عمليات عنف قوية. دائما يعني عندما نشاهد عمليات طيران الاستكشافية بعدها ستليها أيضا عمليات استهداف واسعة للدعم السريع، لكن في هذه اللحظات الأوضاع الآن مضطربة في منطقة المعروفة بالعاصمة الوطنية، حيث هناك اشتباكات في منطقة أم درمان القديمة وأيضا في منطقة أم بدة وهي منطقة تقع غرب أم درمان، وأيضا هناك أصوات للأسلحة الثقيلة من في مواقع مختلفة في منطقة أم درمان القديمة. أيضا يعني هناك تصويب من وادي سيدنا التابع للجيش، معسكر وادي سيدنا وهو معسكر تابع للجيش السوداني يقع في شمال منطقة أم درمان، هناك عمليات مدفعية تستهدف ارتكازات تابعة للدعم السريع، وأيضا هناك استهداف من جانب الجيش السوداني في منطقة شرق النيل وهي منطقة تتواجد فيها الدعم السريع بكثافة، حيث تنتشر على عدد كبير من أحيان منطقة شرق النيل على الرغم من الاستهداف من الجانب الجيش السوداني، لكن ما تزال قوات الدعم السريع تتواجد في تلك كل هذه كل هذا المناطق. كل هذا محمد، يعني إذن الأوضاع التطورات وحركة النزوح سواء كان الداخلي أو الخارجي تؤثر كما قلت على الأوضاع الإنسانية، هل هناك رحلات فعلا يعني تأتي إلى السودان للإجلاء أو حتى تقدم مساعدات إنسانية أم ماذا؟ هي معظم المساعدات تقدم عن طريق جسر أو في مدينة بورسودان، وهذه المدينة تقع شرق السودان تبعد آلاف أو ما يقارب الألف كيلومتر من العاصمة الخرطوم، حيث تقدم الوقاثات عن طريق بورسودان أو عن طريق طيران قطار بورسودان الذي الآن هو يعمل حاليا يعني رحلات يومية من وإلى الدول الأخرى، وبالتالي في الخرطوم الحياة يعني في القول متوقفة، ومطار الخرطوم نتوقع أن يمتد يعني أن تتم عملية التأجيل فتحه، خصوصا وأن الأوضاع يعني مضطربة في الخرطوم، وربما يتم تمديده خلال اليوم إلى شهر آخر بعد اشتداد المعارك في العاصمة الخرطوم. أيضا دعني أشير إلى منطقة نيالة وهي منطقة في غرب السودان، حيث شهدت يعني مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع، وبحسب مصادر طبية أسفرت هذه المواجهات عن 30 قتيلا
و100 جريحا، وحتى هذه اللحظات كما يبدو ان الاوضاع مضطربه. العدد والمتهمين كبير، العدد كبير، يعني 30 قتيلا و100 جريح كما قلت محمد. يعني ماذا عن تقديم الخدمات الطبيه؟ هل للان الخدمات الطبيه ما زالت لا تقدم بالشكل الكافي لمثل هؤلاء وخاصه للمصابين؟ بحسب يعني منظمات او ناشطين حدثوا الى القاهره الاخباريه ان هناك صعوبه في ايصال المساعدات داخل العاصمه الخرطوم، خصوصا بعد اشتداد المعارك. ايضا هناك ايضا شكاوى من الاطباء من الصعوبه في الوصول الى المستشفيات، خصوصا وان هناك عدد كبير من المستشفيات توقفت عن الخدمه، العديد من الجرحى اصبح يلجا الولايات القريبه الى الخرطوم كولايه الجزيره، وبالتالي الاوضاع صعبه للغايه بعد اشتداد المعارك واتساع نطاق المواجهات في الخرطوم او في مرونة. يعني يوميا اصبحت هناك عمليات نزوح من العاصمه الخرطوم الى الولايات الاخرى، وبالتالي من الصعوبه بمكان الدخول الى العاصمه الخرطوم. بحسب يعني مسؤول في الصليب الاحمر تحدث الي عن ان الاوضاع هي صعبه، هي بالنسبه للمنظمات خصوصا وانهم يعني ظلوا يطالبون. وهذا ما اثر طبعا بشكل كبير يعني محمد على الكهرباء التي تنقطع في اكثر من مكان، وعلى حتى على الاتصالات، لان صوتك لا ياتينا بسهوله يعني او بشكل واضح، فحركة الاتصالات يبدو أنها تأثرت أيضا إلى الآن في السودان. نعم، حتى هذه اللحظات هناك أحياء كبيرة في الخرطوم، يعني منذ أن بدأت الحرب حتى الآن لم تعد إليها الكهرباء، وأيضا شبكة الإنترنت يعني تعاني من انقطاع بصورة كبيرة في عدد كبير من مدن العاصمة الخرطوم، وأيضا الحياة متوقفة تماما، الأسواق توقفت بالكامل، خصوصا وأن هناك أحياء كبيرة تقع جنوب الخرطوم قد تم طرد سكانها من منازلهم إلى يعني من جانب الدعم السريع، وبالتالي إذا ما استمرت هذه الأوضاع بهذه الوتيرة نتوقع خلال الأيام القادمة أن تكون الخرطوم خالية من السكان. إذن هي تطورات متلاحقة ونتابع معك يعني في الخدمات الإخبارية القادمة ما سوف تسفر عن هذه التطورات. أشكرك من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك محمد.